مشاهدينا، تحدثنا كثيرا في حلقاتنا السابقة من عوافع عن الأشعة التشخيصية، لكن اليوم جاء دور الحديث عن الأشعة التداخلية، وهي ثورة في عالم الطب الحديث التي تبشر بعلاج الكثير من الأمراض وحتى الاستغناء عن العمليات الجراحية. ما هو دورها، مزاياها، وحتى المضاعفات المحتملة لها؟ ينضم لنا الدكتور محمد بدران، استشاري الأشعة التداخلية، للحديث أكثر عن هذا الموضوع وبشكل تفصيلي. مرحبا دكتور محمد. أهلا فيك وأهلا بالمشاهدين. حياك الله دكتور محمد. لما نتحدث عن الأشعة التداخلية، هل نتحدث عن تدخل جراحي طفيف التوغل أم هي غير جراحية نهائيا؟ لا، هي في مكان ما متوسط. نحن نتحدث عن أنابيب صغيرة وعن إبر، باستطاعتنا باستخدام أجهزة الأشعة نوجهها إلى المكان الصحيح حتى نصل إلى المكان بحاجة للعلاج. الآن الإنسان مكون من مجموعة من القنوات، مثلا مجاري تنفسية، هضمية، أشعة، أوردة، شرايين، وهكذا. وهذه الأنابيب موجودة في كل مكان، فباستخدام هذه الأجهزة ثقب صغير إحنا بإمكاننا نصل لكل هذه الأمكنة. ثقب صغير يعني 2 ملي؟ ثقب صغير إحنا نحكي عن تقريبا 2 ملي 3 ملي. هي نفسها الميكروسكوبية دكتور؟ يعني مايكروسكوب، يعني مايكروسكوب واحد على مليون، لكن إحنا نتكلم عن 2-3 مليون، 2 إلى 3 ملي. بمعنى الكثير من الأمراض هي عبارة عن بديل للجراحة، أحيانا هي جزء من الخطة العلاجية، يعني نبدأ فيها نعمل هذه القسطرة نكمل بجراحة، وأحيانا هي شيء تكميلي للجراحة. في الماضي دكتور كنا نسمع بأنه لما يجي مثلا بدنا نشخص ورم معين، إذا كان حميد أو خبيث نلجأ إلى أخذ خزعات بالطرق التقليدية. اليوم أصبحنا نسمع بالأشعة التداخلية ودورها في الوصول إلى هذه الأنسجة وأخذ الخزعات وحتى الوصول إلى الأورام، ودورها أيضا في علاج الكثير من الأمراض. دعنا نتحدث تسلسليا، ما هو دور الأشعة التداخلية في علاج الأمراض؟ إذا تحدثنا عن الأورام، نعم، المرحلة الأولى هي الوصول إلى الورم بوجود أجهزة مثل الأشعة الصوتية، المقطعية المحورية، الرنين المغناطيسي، وأشعة الفلوروسكوبي. هذه بإمكاننا أن نرى داخل الجسم، وبالتالي إحنا لما ننظر إلى داخل الجسم وكأننا ننظر إلى فيديو خلال العملية، وبالتالي بإمكاننا نوجه الإبرة أو الأنبوب للمكان الصحيح وأخذ عينة بدقة متناهية دون التسبب بمشاكل. هذه المرحلة الأولى هي الحصول على نسيج. بعد كان موقع الورم دكتور؟ في أغلب مناطق الجسم. بعض المناطق سيكون صعب، لكن أغلب مناطق الجسم بإمكان الوصول لها وأخذ عينة بالتأكد من. حتى لو في المخ؟ لا، المخ لا. هذا ما بدأت أسأله. بقية الأمراض دكتور؟ الآن أمراض الأورام حسب النوع، يعني أعطيك مثال الغدد الدرقية مثلا. الأمراض الحميدة من الغدد الدرقية بعد التأكد من أنها حميدة وبدون أي سرطان بإمكاننا نضع فيها إبرة وحرقها واختفاء الورم بدون عملية جراحية. ورم الكلية والكبد بإمكاننا إغلاق شرايين الورم وحقن مادة فيها حبيبات مع مادة كيماوية أو مادة نظائر مشعة تؤدي إلى موت. طبعاً هاي المواد موافق عليها من قبل FDA. طبعاً. نعم. طبعاً، وهذا إجراء مشهور موجود في كل. صحيح. في كل العالم. الأورام الليفية دكتور، بما أنك تتحدث عن الأورام. اللي؟ الأورام الليفية في الرحم. أورام الرحم أغلبها الحمد لله حميد. في نوعين، في ورم اللي هو التليف الرحم. نعم. وفي نوع آخر اللي هو يشبه الورم، هجرة البطانة من بطانة الرحم إلى الجدر، هذا تؤدي إلى تضخم في الرحم ونزيف وآلام، ويصبح علاجها بسيط عن طريق إغلاق الشرايين المؤدي إلى هذه البطانة أو إلى هذا الورم، فهذا يؤدي إلى اختفاء أو صغر حجم هذا الورم بكمية كبيرة، بحيث بدل البطن أن يكون ضخم يصبح البطن تقريبا مستقيم. لذلك في الصور يكون ملحوظ بأنه المرأة قبل وبعد يصبح نوعا ما فلات البطن. هذا صحيح. طيب دكتور، أنت تحدث عن الأورام، لم تقل إلى الآن كلمة استئصال، هذا دليل على أنه الأشعة التداخلية قد تغني عن الاستئصال. أنا سأعطيك مثال صغير. قول. اللحم عندما يؤكل. نعم. يطبخ. نعم. فاللحم عندما يطبخ يصغر في الحجم، نفس المبدأ يطبق في الأورام. عندما نقوم بإغلاق الشرايين أو وضع إبر داخل الأورام وكيها أو تجميدها، هذه الأورام سوف تموت،
ثم يقوم الجسم قليلا قليلا بامتصاص هذا الورم. لأنك أوقفت التغذية الدموية عنها. هذا فعلاً. صحيح. لما تحدث عن الانكماش هذا ينطبق أيضا على تضخم البروستات عند الرجال؟ 100%. البروستاتا لما تتضخم المريض يذهب الحمام بشكل مستمر، يستيقظ من النوم، إحراج عند الاجتماعات، فعندما نغلق شرايين البروستات البروستات تصغر بكمية كبيرة عظيم. دون القيام بعملية جراحية. هناك أيضا الدوالي دكتور، دوالي الخصية عند الرجال، وكذلك الأمر باحتقان الحوض أو رضا الحوض عند النساء، كيف يتم علاجها بواسطة الأشعة التداخلية؟ العجيب أنه التكوين الداخلي للأوردة عند الرجال والنساء متشابه جدا، فإحنا باستخدام أنبوب صغيرة من اليد أو من الفخذ نقوم بالدخول لهذه الدوالي. نعم. وبعدين نقوم بإغلاقها إما باستخدام أسلاك مثل الزنبرك. نعم. أو مواد حارقة مصلبة، بعدها يتم صغر حجم هذه الدوالي لدرجة أنه الأعراض تقوم بالاختفاء. وكذلك الأمر عند النساء دكتور؟ طبعا طبعا. طيب دكتور أنت قاعد تقول ندخل أسلاك رفيعة، هل هذا الأمر هو نفس القسطرة؟ نعم، هو المصطلح في اللغة العربية، المصطلح العربي الأصيل هي قسطرة. نعم. القسطرة أصبحت قسطرة وبالإنجليزي أصبحت كاثيتر، فهي عبارة عن أنبوب رفيع بالاستدلال واستخدام أجهزة الأشعة المختلفة بإمكان أن نحركها داخل الجسم حتى تصل مكان رأي. الصحيح والدقيق. إذن شو أنواع القساطر اللي تجروها بواسطة الأشعة التداخلية؟ هي شركات مختلفة تصنع قسطرات أنابيب بأحجام مختلفة وأطوال مختلفة ولين مختلف، بحيث يصبح الدخول أو الخروج للجسم سهل بما يتناسب مع طبيعة الأوردة أو الشرايين الموجودة. حسب الفئة العمرية أيضا؟ ليس الفئة العمرية، بقدر التعرجات الموجودة في الجسم. والأمراض دكتور اللي ممكن تدخل عن طريق القسطرة لعلاجها؟ لا، نحن الجميل في الجسم مكون من قنوات في كل مكان. خلينا نعطي مثال عند التشوهات الخلقية مثلا. العيوب الخلقية في الأوعية الدموية هذه عبارة عن زيادة خلقية في الشرايين، في الأوردة، الأوعية الليمفاوية، شعيرات تؤدي إلى تضخم. الآن إحنا بإمكاننا الدخول إلى هذه وحق المواد مثل الكحول، مثل مواد حارقة أخرى مثل الصمغ، مثل الأسلاك. لدرجة أن هذه تقريبا تختفي من الوجود. هذا مثال. مثال آخر، نتحدث مثلا عن الكلى، عن الإغلاقات اللي تحدث، إغلاقات في الكلى، إغلاقات في المجاري البولية. إحنا بإمكاننا وضع أنابيب في تلك المناطق لتصريف مجرى البول. في حالة غسيل الكلى ما الذي تجرونه بواسطة الأشعة التداخلية؟ الآن غسيل الكلى يتم بطريقتين. الطريقة الأولى وهي غير مرغوبة أن نضع أنبوب تحت الجلد داخل الوريد، إذا داخل القلب. هذه معقدة ليست معقدة ولكن بحاجة إلى دقة، لكنها بالنسبة للمريض مزعجة دكتور. لا شك، لهذا الخيار الأفضل هو تكوين أو إنشاء قناة ما بين الشريان والوريد في داخل اليد. عظيم. وهذه لها طريقتين، إما طريقة جراحية أو هنالك طريقة باستخدام إبرة، فقط إبرة وسلك نضعها ونوصل الشريان بالوريد بحيث يصبح المريض لديه مكان جاهز للعمل خلال فترة قصيرة. لكن بغض النظر عن النوع، هذه أحيانا تصاب بالتخثر أو تصاب بالتضيق لكثرة وضع الإبر. صحيح. داخلها عند غسيل الكلى، وبالتالي إحنا بإمكاننا أن ندخل إلى هذه المنطقة بأنبوبة وبالون وفتح هذه المناطق أو إزالة الخثرات بأجهزة خاصة. وأنت تتحدث عن القساطر، نستثني من ذلك القسطرة القلبية لأن من يقوم بها باطن القلب، مظبوط؟ هذا صحيح، طبيب القلب. بالنسبة للمخ دكتور، عندما يكون هنالك تشوهات وعائية داخل المخ، هل يتم علاجها بواسطة الأشعة التداخلية أم أنها تحتاج إلى الجراحة؟ طبعا هناك دائما في كل مرض فريق متكامل، وكل مريض تدرس حالته على انفراد بناء، ويتم توجيه المريض لعمل الإجراء الصحيح بما يتناسب مع المريض. فبعض المرضى بحاجة إلى إغلاق هذه الشرايين والأوردة، بعض المرضى بحاجة إلى عملية جراحية، والبعض بحاجة إلى إغلاق ثم إزالة الورم عن طريق الجراحة. يعني الأم دم بطنية، الأم دم صدرية ممكن علاجها بواسطة الأشعة التداخلية، لكن وفقا لشدة الحالة. هذه مزايا متعددة دكتور، وأنا لا أخفيك عندما قرأت عن هذا الموضوع وجدت بحر كبير من المعلومات المبشرة حتى بتطورها وزيادتها مستقبلا.
لكن ما هي المخاطر؟ ما هي المضاعفات المحتملة جراء التعرض للأشعة التداخلية؟ نعم، أود أقول بداية الفوائد، لأنه إحنا عندنا ما نتحدث عن ثقب صغير كل جداً. كل ما ذكرناه هو فوائد دكتور حرفياً. صحيح، لكن هذا يعني إجراء الإجراء بثقب صغير دون جراحة كبيرة. صحيح. أغلب الحالات دون الدخول للعناية المركزة وحتى دون المبيت للمستشفى. نعم. وبالتالي كل ما قلت عوامل هذه العوامل كل ما قلت المضاعفات. بالتالي جمالياً لما يكون الثقب صغير ما راح يكون فيه هذا التشوف في المظهر. هذا من جمال هذه التقنية. نعم. وبالتالي المضاعفات تصبح قليلة. إذا سنتحدث عن المضاعفات، هناك مضاعفات موجودة في أي إجراء جراحي، كان النزيف، الالتهاب، هذا موجود. الشيء الآخر لا، شيء يتعلق بالأشعة التداخلية. كون أنه إحنا نعمل بأنابيب وبعيدة عن منطقة العمل، إذا لا سمح الله وضعنا السلك في المكان الخاطئ، لو وضعنا الصمغ في المكان الخاطئ، هذا قد يؤدي إلى إغلاق شرايين أوردة إحنا لا نريدها. ممكن يؤدي إلى حدوث تمزقات دكتور؟ هي عادة ممكن تسبب تقرحات. نعم. لأنها قلنا بإغلاق شيء لم ننوي إغلاقه، لكن بفضل الله أغلب هذه بسبب المنطقة اللي إحنا نغلقها بالتدريج، أغلبها يعني المريض يتحسن بالتدريج. لكن تكلفتها باهظة إلى حد ما مقارنة بالجراحات التقليدية؟ هي التكلفة نوعا ما باهظة، ولكن لندرة التخصص. إحنا عندما ننظر لأي إجراء يجب أن ننظر إلى التكلفة الكاملة. نعم. يعني لو خفضنا بقاء المريض في العناية المركزة لمدة أسبوع، صحيح، إحنا مباشرة وهذا ما ينجم عن الأشعة التداخلية. نعم. وهذا يجعل التكلفة مقبولة، بالرغم صحيح. من أنها كإجراء مكلف، إلا أن التكلفة الكاملة تكون أفضل. إذن آلام أقل، تعافي أسرع، مظهر جمالي أفضل، ماذا بعد؟ وعدم بمبيت في المستشفى أو العناية المركزة. هذا ما يثير قلق ومخاوف الكثير من المرضى عندما يتعرضون للجراحة، وأنتم دائما ما تسعون في الطب الحديث إلى أنه نخفف من اللجوء للجراحات. نعم. الآن التوجه العالمي العام في أي إجراء جراحي هو تقليل معاناة المريض، وهذا موجود حتى في الجراحة العادية. نعم. في الجراحة الآن كانت الجراحة كان الجرح ضخم جدا، ثم أصبح صغير، ثم أصبحت جراحة المنظار. صحيح. ونحن الآن نتحدث عن خطوة آخر. الآن القلب المفتوح يتم إجراءه بشق جانبي بسيط دكتور. نعم. مقارنة مع فتح الصدر بالكامل. نعم. في الماضي. هذا يأتي من مفهوم تقليل كمية الألم ومن تقليل حجم الجرح، لأنه هذا يؤدي إلى تعافي السريع. دكتور، عملكم يتطلب فريق طبي متكامل أم أنه طبيب الأشعة التداخلية هو كفيل بكافة هذه الإجراءات؟ لابد من فريق. الطب تغير، كان في الماضي الطب عبارة عن كبسولة حبة أخذها عمليا وانتهى. الآن أغلب الإجراءات الطبية بحاجة إلى مجموعة من الأطباء، لأن المرض له جوانب مختلفة. نعم. فكل طبيب من الأطباء يقوم بعناية من هذه الجوانب، إلا أن في كل مرض من الأمراض قد يكون هنالك الطبيب يقوم بالدور الأكبر والآخر مساعدون. نعم. مدة إجراء الأشعة التداخلية هل هو يختلف مثلا ما بين إجراءات معقدة إلى إجراءات بسيطة، مثل الإجراءات المعقدة مثل الشريان مثلا للأبهر، أم إجراءات بسيطة تأخذ وقت قليل، أم أنه وقتها واحد في كافة الإجراءات؟ يعتمد على تعقيد الحالة. أنا يعني عملت بعض العمليات بخمس دقائق. نعم. وعملت بعض العمليات في 12 ساعة، فيعتمد على نوع تعقيد الحالة. هذا يتطلب غرفة عمليات تياتر مجهز أم إلها غرفة مخصصة للأشعة التداخلية؟ الآن إحنا نقربها لذهن المشاهد. نعم. إحنا نقوم بالإجراء في أغلب الأحيان في مكانين. المكان الأول داخل قسم أشعة، نستخدم الأشعة الصوتية، الأشعة المقطعية المحورية لرؤية أين الإبرة وهكذا. نعم. أو جزء آخر نقوم بعمله بتصوير نسميه بالإنجليزي الفلوروسكوبي، اللي هو مثل الفيديو، الأشعة تنظر إلى داخل الجسم وتصور فيديو ونحن ننظر داخل الجسم. نعم. هذا بحاجة أن يكون في مكان متخصص، في مكان متقدم ومتطور. وأحيانا نستخدم ليس دائما، لكن أحيانا نستخدم التخدير العام إذا كانت الحالة طويلة جدا. هي فعليا تخدير
غير كلي صحيح؟ أغلب الحالات نقوم بتخدير موضعي، وأحيانا ممكن نستخدم المهدئ. في أورام الكبد دكتور تحتاج إلى تخدير جزئي مظبوط؟ عادة تخدير جزئي وأحيانا تهدئة عن طريق الوريد. إذن تختلف أشكال التخدير ولكنكم تفضلون نوعا معين له التخدير الموضعي أو الجزئي؟ لا شك، لأنه هذا أسهل على المريض. نعم. وأقل مضاعفات. دكتور دعنا في نهاية الحديث نتحدث عن شيء فاتنا وهو علاج آلام الفقرات الظهرية. نعم. بواسطة الأشعة التداخلية، هل نقول بأنها ثورة واعدة في إلغاء جراحات الديسك؟ هي ليس إلغاء، هي مكمل. الاستعاضة عنها مثلا؟ أحيانا كل الآن احنا انتقلنا في العلاج إلى شيء نسميه personalized medicine، بمعنى آخر أن كل مريض له إجراء يتناسب معه. صحيح. وحتى نفس المريض في أوقات مختلفة قد يكون إجراء المناسب في وقت وهو مناسب في إجراء آخر. نعم. نعطي مثال، يعني إذا كان عندنا هشاشة عظام وكسور في الفقرات، نعم، بإمكاننا أن حسب وضع المريض أن نعطي المريض مثال مسكنات لفترة طويلة، أو نقوم بوضع إبرة ونحقن إسمنت داخل. صحيح. الفقرة بما يؤدي إلى زوال الألم. كذلك الأمر للانزلاق الغضروفي القطني. الانزلاق الغضروفي أغلب الأحيان يتم في هناك بعض أطباء الأشعة التداخلية يقوموا بهذا العلاج، لكن أغلب العلاج في هذه الأيام يقوم به طبيب العظام أو طبيب جراحة الأعصاب. إذن ممكن يساعدنا في التغلب على آلام هشاشة العظام الأشعة التداخلية. لا شك في ذلك، أو أحيانا عند وجود الأورام في الفقرات أو في العظام نقوم إما ب وضع اسمنت عن طريق إبرة، أو نعم، وضع إبرة ثم نقوم بحرق الورم. اسمنت مو الاسمنت اللي يستخدم في البناء. يشبهه هو كمسمى. نعم، هو يشبهه لكنه اسمنت طبي. نعم. دكتور، استشف من هذا الحديث بأنه ضرورة توعية المريض بالتنبه والوعي أكثر فيما يتعلق بحالته. الخيارات العلاجية أصبحت متعددة، ونقول الطب تطور. لما اليوم تحدثنا عن الأشعة التداخلية، كما أعيد بأنها هي ثورة واعدة قد تغني عن الجراحة، إذن ما هو دور المريض كونه شريك أيضاً دكتور في التشخيص والعلاج معكم؟ الآن أصبح هنالك ثورة معلومات هائلة، لا يمكن لطبيب أو مريض أن يهرب من المعلومات. المعلومات موجودة على الإنترنت، الأطباء موجودون في كل مكان، على المريض أن يقوم بدوره في البحث، وعلى الطبيب أن يقوم بدوره في إعطاء المريض بالخيار، لأن هنالك لكل مريض عدة خيارات. نعم. فلو أي شخص كان مريض وذهب إلى الطبيب، لابد البحث ما هو أفضل خيار لعلاج هذه الحالة. وعندما نقول أفضل خيار فهو أكثر فاعلية وأكثر أماناً في ذات. نعم. الوقت. فالمريض قد يكون الخيار الأفضل له هو عملية جراحية ومفتوحة، لكن كثير من الأحيان يكون العلاج الأفضل عن طريق ثقب صغير ونتائج مذهلة. ممكن أيضاً ما يناسب كبار السن دكتور الجراحات والتخدير الكلي والتعرض له. كل شكر لك دكتور محمد بدران استشاري الأشعة التداخلية على المعلومات الهامة والمفيدة اللي قدمتها لمشاهدين عوافي اليوم. شكراً جزيلاً لكم. شكراً دكتور. إلى اللقاء.